السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأقدم اليوم نصاً جديداً من النصوص القرائية تحت عنوان رحلة كشفية. إذن قبل أن أتطرق لملاحظة المشهد، أعلم أنكم ستتساءلون أولاً عن معنى العنوان. فرحلة معناها واضح، ولكن معنى الكشفية؟ إذن أبنائي أنصتوا جيداً. الكشفية هي حركة تربوية تطوعية مفتوحة للجميع دون تفرقة. هدفها التنمية البدنية والثقافية للفرد ليكون عضواً صالحاً مساهماً في بناء مجتمعه. تستخدم هذه الحركة برنامجاً تعليمياً يعتمد على النشاطات العملية في الهواء الطلق، مع من ذلك إقامة المخيمات، السفر على الأقدام، التجوال، الألعاب الرياضية. ومن خاصية الكشفية اللباس الموحد بهدف إخفاء كل اختلافات الطبقات الاجتماعية وتحقيق المساواة. ومن أهداف الكشفية هو الواجب نحو الله أولاً، ثم نحو الآخرين ونحو الذات. فلاحظوا معي في المشهد أن الكشافة ودعوا عائلاتهم وانطلقوا في رحلة إلى مخيم كشفي. ولاحظوا أيضا أنهم لحظة وصولهم إلى المخيم قد انصهروا في المجموعة، فأخذوا يجهزون الطعام وينظفون المكان، وهذا من بين مبادئ الكشفية وهو الاعتماد على الذات. ننتقل الآن إلى قراءة النص، فأدعوكم إلى حسن الإصغاء. ضعوا السبابة فوق عنوان النص وتابعوا معي. رحلة كشفية. ظهرت تباشير الصباح في الأفق، فضعفت أنوار النجوم وغاب أكثرها. في هذا الوقت كانت الحافلة تغص بالكشافة، وما إن هدر محركها حتى أطلت الرؤوس من النوافذ ضاحكة مرددة: إلى اللقاء، إلى اللقاء. ولوحت أيدي الآباء والأمهات بالوداع وهم يدعون لأبنائهم بأمان السفرة وسلامة العودة. عند الزوال حل الكشافون بالمخيم رفقة قائدهم. كان المخيم في غابة تقع عند سفح جبل تضلله أشجار الأرز والصنوبر والفلين. أنزلوا أمتعتهم من الحافلة، تعرفوا المكان في سرعة، نظفوه من أوراق الشجر الجافة والأعواد اليابسة، أقاموا سارية العلم الوطني ونصبوا الخيام حولها، خططوا الطرقات وهيئوا مواقع الطبخ والأكل والأنشطة اليومية. قضى الكشافة في المخيم أياما ممتعة، يصحون مبكرين، يحيون العلم الوطني، ثم يتوزعون إلى فرق. هذه تنظف الأرض، وتلك ترتب الخيام، وأخرى تعد الطعام. بعد ذلك يمضون متجولين في الغابة أو متسلقين الجبل، يستمتعون بجمال الطبيعة ويلتقطون الصور، ويخصصون بعض الوقت للألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية. ومع كل هذا كانوا لا ينسون قراءة الكتب والقصص وكتابة الرسائل للأهل والأصحاب، وتدوين كل ما يستهويهم في الرحلة في مذكراتهم. مضت أيام الرحلة سريعة، كانت مناسبة للاطلاع والاستكشاف ولترييض الأجسام وتقويتها، كما كانت فرصة للتدرب على الصبر والمثابرة والتعاون والتسامح والاعتماد على النفس. عن جرجس الماديني: نوافذ بتصرف. إذن الآن أعزائي أنجزوا نشاط أنمي معجمي. النشاط رقم 2:
بدفتري التعلمي عن بعد. سأقرأ الآن على ما سمعكم هذا النشاط. إذن اختاروا الشرح المناسب للكلمة المكتوبة بالأحمر. كان الآباء يلوحون بأيديهم. ما معنى كلمة يلوحون؟ يجرون، يرفعون أم يصفقون؟ عند سفح جبل تضلله أشجار. ما معنى كلمة سفح؟ قمة، ظهر أو أسفل؟ الكشافة يدونون ما يستهويهم. ما معنى كلمة يدونون؟ يعلمون، يسجلون أو ينسون. والآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة مقبلة بحول الله وقدرته. إلى اللقاء.